هل الهجرة من بلد الكفر واجبة أم مستحبة؟ الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة، والله توعد الذين لا يهاجرون وهم يقدرون على الهجرة، قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني يقيمون مع الكفار، أنكروا عليهم فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء، إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. المستضعف اللي ما يقدر معذور، لكن اللي عنده قدرة ولا يظهر دينه في بلاد الكفر يجب عليه الهجرة. نعم.